يا بدر هاليوم ما هو يوم عادي بتخرج الفرح ينعاد عيده ولا قد نلته بجد واجتهادي نلت يا دكتور كل اللي تريده يا الاسود نذكركم عن بر كادي لو اعيد البيت وانشر القصيده صيتكم معروف ما بين البوادي لو قديم الشعر ياخذ من جديده يا بدر هاليوم ما هو يوم عادي بتخرجك الفرح ينعاد عيده ولا قد نلته بجد واجتهادي نلت يا دكتور كل اللي تريده غير حر محتري وقت الهداد محتزم بالله وما نار يوم حققت المرادي يا عسى أيامك تقضيها سعيدة مهدي الفرحة لبوك والمبادي أبو فرغش يا عسى اسمينه مديدة يوم رب رجال من حسن المبادي ارتو عز وصفات بحميدة لك إخوان فعلهم علم وكادي فخرك يا فخر الأخ بعضيدة أمك اللي حلمها أثمر وجادي يوم فرغش تهني الفريدة الفخر للطير شادي من ناس الرجال ما يرضى الزهيدة لك إخوان الرديد ومن تعادي مزبن المحتاج والعالم شهيدة يا الاسودان ذكركم عن بر كادي لو أعيد البيت وانشر القصيدة صيتكم معروف ما بين البوادي لو قديم الشعر ياخذ من جديدة يا بدر هاليوم ما هو يوم عادي بتخرجك الفرح ينعاد عيدة ولا قد نلته بجد واجتهادي نلت يا دكتور كل اللي تريده غير حر محتري وقت الهدادي محتزم بالله وما نار صيده محتفل بك يوم حققت المرادي يا عسى ايامك تقضيها سعيده نهدي الفرحه لبوك والمبادي ابو فرغش يا عسى سنينه مديده يوم رب رجال من حسن المبادي لك إخوان فعلهم علم وكادي فخرك يا فخر الأخ بعضيدة أمك اللي حلمها أثمر وجادي يما برغاش تهني الفريدة وبخري يوم الفخر لبطير شادي من ناس الرجال ما يرضى الزهيدة لك إخوان الرديد ومن تعادي مزبن المحتاج والعالم شهيدة لطلب الزفة الكاملة وبدون حقوق يرد الاتصال على جوال 050-1